وين ذا ويدنج مع وليد باز وباز ايفنتس اللي بالغنى عن التعريف بظرف 7 سنين عملوا فرق كثير كبير بعالم الايفنتس وتحديدا الاعراس. رح نرجع هيك نتذكر شوي من هالاعراس الكبيره والضخمه يلي صارت ويلي عملوها. بونجور وليد. بونجور. شو هاللون الحلو يلي لبسه؟ لوني ولا لوني؟ ماتشينج كولرز على الاخر اليوم. ايه اكسلنت فور توداي. هيدي القلوب على بعضها اكيد. اكيد. بدي اتمنى لك اول شيء سنه كلها افراح. ثانك يو. ثانك يو لكم كمان. 2017. ميرسي لكم. واكيد انجازات كثيره صارت بال 2016. نحن بنعرف انه باز ايفنتس يعني بتشتغلوا على ليفل شوي عالي ان كان ايفنتس ان كان اعراس، اشياء ضخمه جدا. صح. ليه بالبدايه قررت انه تاخذ هالمنحه هيدا؟ اوكي. اول شيء ثانك يو لك. عن جد للام تي في كل مره بيطلبونا they are being صراحه so helpful. اهلا وسهلا فيك. It's very important للعالم يشوفوا شو عم بيصير وشو عم نعمل. هلا لينا الى هيدا السكيل او هيدي الكاتيجوري I think we seek quality. وعادة بدومين الأعراس يعني الكاتيجوري في كذا ليفل. نحن we are working on the highest level already. في ليفلز لتحت they do not need على عالم educated, they do not need architects, they do not need engineers, they do not need يعني الأعراس الصغيرة مش بحاجة كتير لمهندسين. بيقدر يكون حدا artistic مهضوم هابي بيشتغل فلوريس بيقدر. بس بهيدا السكيل اللي نحن حنشوفه لا بده a very very big team ليقدر يطلع هالبرودكشن كله. وعندك هالفريق الكبير الحمد لله. كم شخص انتم ب نحن البيس تبعنا بالمكتب 8 persons اكيد وي جيت سبلايد هن عباره عن اركيتكتس وانجينيرز بس عندنا 2 persons فور اوبريشن اند ذا ريست هو كله سبلايرز نحن وي جيت سبلايد باي كل اللي حتشوفيه هلا بالعرس هن سبلايرز نحن بنتعامل معهم ومنضل نتعامل معهم اكيد لحتى يكون العرس او الايفنت كامل ومتكامل. رح نبلش نشوف اول فيديو يلا لحتى نعرف شوي كيف بتصير الامور التحضيرات وضخامه الايفنتس اللي بتصير. ابسولوتلي. هيدا حقيقة بس لأقول هيدا حقيقة مزبوط صار منه حلم ومنه animated. لا لا it's true. هيدا شي صار. هيدا شي صار هيك هيك. معلي اسمح لي أسأل هيك عرس قد بيكلف؟
شوفي هلا سعر بالضبط ما بقدر اقول، لانه في اذا بدك بيننا وبين الزبونات اوقات ديلز اكيد ما بقدر اقول سعر مضبوط، بس عم نحكي يعني عن فيري هاي سكيل، يعني عم نحكي هيدا العرس عم نحكي فوق النص مليون، فوق النص مليون. ايه. في اعراس توصل للمليون ومليون وشوي. صح. هيدا العرس صار يعني مثل اللي هلا حتشوفيه واصل بعد اكبر. نعم. بس مثل هيدا العرس عم نحكي من سكراتش، هيدا بالاكسبيشن سنتر تبع لبيال اتس وير هاوس. نعم. كله بتحضر فروم سكراتش بتعمره على كل حال. بتعمر العرس از از يعني مثل ما انت شايفه. هلا الثاني يمكن مبين فيه عماره اكثر. نعم. لانه هيدا وي هاد ا تشالنج انه كان المفروض نركب العرس هيدا بكثير وقت صغير. قد ايه يعني بتكون وقت لحتى تركبه؟ يعني هيدا العرس اللي شفتيه اوريدي بده عاده 6 تو 7 دايز، 6 7 ايام بس تركب معنا ب 2 دايز بيومين بس. ايه بس اوفر نايتس اكيد يعني كله. نعم. عم يشتغل 24 اون 24. بس اجمالا يعني معدل عام قد ايه لازم وقت قبل ما يتركب عرس؟ مينيموم 48 ساعه يومين مينيموم. بس اللي جاي هلا عباره عن 14 دايز 14 يوم. قبل ما نوصل للفيديو الثاني بس يعني سؤال، هل عم تعملوا بس اعراس او ممكن يكون في ايفنتس ثانيين؟ It depends on the scale. لانه عاده الكوربريت الايفنتس الشركه اذا بده يروح على شيء كثير كبير they can target us، بس اذا بده يروح على ايفنت نورمال كوربريت لا. اجمالا الاعراس يلي هالقد بدها شغل بفتكر. صح. وبيتامن كل شيء رح نحكي اكثر. خلينا نشوف اول شيء هالفيديو. يلا
وليد باز كل مره بتكون معنا بتنقلنا على عالم ثاني، على عالم خيالي فعلا. خليلي اياك. هيدي مش مجامله يعني، هيدي شيء واقع عم نشوفه، شيء ضخم جدا. متكامل يعني، عم نحكي طبعا عم نحكي هندسه، ولكن كمان في الزهور، في اللايتنج اللي بهيدا العرس بالذات، لايتنج هو له محل كثير كثير مهم. بتحضروا كل شيء، حتى الانترتينمنت، حتى الفنانين الموجودين، حتى الدي جي، حتى كل شيء. ذا هول ويدنج يعني، الزبون لما يجي على مكتبنا جاي على كونسلتنسي بلس للاكزكيوشن. يعني نحن بنجي نبلش رسم اول شيء، لانه بدنا نعطيه 3D، بشوف العرس قبل ما يصير. من بعد ما يخلص 3D بنروح على البرودكشن، بعد البرودكشن بنروح على الاكزكيوشن، وديورينج ذس بيكون في البرايسنج، لانه كمان البرايس من عرس لعرس بيختلف. Entertainment is a very important part of the wedding, لأنه it keeps the wedding alive. يعني العالم بيضل بدهم يشوفوا شو جديد كل شوي بالعرس لما يصير في زهق. يعني ما بنكتفي إنه نجيب فنان أو حتى فنان عالمي أو أي شيء. إنما بده يكون في هيك مثل سري أنيماسيون خلال الفيلم. أكيد بده يكون في ورم أب للعرس. كأنه فيلم الآن. Absolutely. مفروض. نحن بنشتغل the whole thing، يعني بنتفق مع الزبونات على the whole wedding من كل تفاصيله. ما في شيء بالعرس نحن ما بنعمله. It's a big event. بنشتغل عليه as a project. بذكر انه مكاتبكم ببيروت وايضا بباريس، رو سانت اونوري مثل ما شفنا العنوان. ولكن بتعملوا اعراس بكل انحاء العالم. Internationally اكيد. هلا we're targeting the Egyptian market لانه سوق مصر هلا فاتح كثير، فايتين على الخليج ان الله راد، حسب ريكوست من الزبونات. نعم، مثل ما الله بيريد. يعني بدي اتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله دائما بالنجاح. اهلا وسهلا فيك وليد باز ايفنت، شكرا لك. كلك ذوق. ميرسي. وقفه سريعه ومتابعه، خليكم معنا.